تنحبس لها أنفاس ملايين الناس في هذه الأوقات من على ارتفاع 36,000 متر من على حافة الفضاء. ربما يعني نحتاج إلى شاعر ليصف لنا المشهد من هذا الارتفاع. المحاولة تأجلت مرتين كما بات معروفا بسبب سرعة الرياح. إذا نجح المجازف النمساوي فيليكس في هذه المغامرة فسيحقق 4 أرقام قياسية مرة واحدة، وهي الرقم القياسي لأعلى منطاد مأهول وأطول سقوط حر وأعلى سرعة سقوط وأعلى قفزة في العالم بالمظلة. فتح قوة الكبسولة فيليكس ويخرج نشاهد أطراف جسده، وبالتالي يعني حتى الأنفاس هنا في استوديو أنا وميسون محبوسة إلى حد ما. لا أدري بماذا يفكر الآن فيليكس أعزائي المشاهدين، ولكن نتمنى له النجاح. حقيقة هي مغامرة، ولكن المغامر فقط يفكر بمغامراته. وكنا بالأسبوع الماضي تابعنا تعليقات من قبل فيليكس حول هذه المهمة الخطيرة التي سيقوم بها، وقال بأنه لا يفكر إلا بهذه اللحظة التي يقوم بها الآن. يبدو أن اللحظة دنت. نشاهده يحرك يديه ورجليه. رجلا المجازف النمساوي باتتا خارج الكبسولة الآن، وهو يتمسك بكلتا يديه بالكبسولة، ويبدو أن الأمر لن يتعدى الثواني القليلة لكي يقفز. إذن اللحظات الأخيرة أمام هذه القفزة. الآن تأكدت الحرارة المواجهة مشغلة، وبالتالي الضوء الأحمر تراه أمامك. الآن 34. الآن قم بفصل حزام الصدر. هل سمعتني فيليكس؟ على جهاز الاتصال الآخر. ولمزيد من المتابعة والتحليل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة قبل ونحن نشاهد فيليكس يستعد للقفز، مع الآن من القاهرة الدكتور فاروق الباز مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن، وهو عالم فضاء معروف جدا. دكتور فاروق أهلا وسهلا بك. الكل يعني يتمنى لفيليكس أن ينجح، ولكن أنت هل تتوقع نجاح هذه القفزة أم لا؟ لديك مخاوف كسائر الناس؟ طبعا في مخاوف، وكل قفزة في الغلاف الجوي وخاصة في بعد هذا الموضوع فيها مخاطرة، فيها مجازفة، لكني أعتقد الناس سوف تنجح لأن المجموعة لا أدري إذا كنت تشاهد دكتور فاروق مع المشهد الآن، يعني وقف فيليكس وهو يستعد للقفز ونشاهد يعني لا أدري يعني الغلاف الجوي كأنه ثابت وهو يستعد للقفز. صح، يعني الكبسولة تتحرك إلى حد ما. لا أريد أن أكون مكانه أبدا، ولا أعتقد أن أحدا يريد أن يكون مكان فيليكس في هذه اللحظة، وأنا سأتوقف دقات قلبي. طيب دكتور فاروق الكلمة لك، تفضل. تفضل. أنا في نفس الوقت أنا بقول أن أنت قلت كلمة صحيحة. قفز فيليكس دكتور فاروق. نتابع القفزة يبتعد سريعا عن أعيننا، لم نعد نراه. يعني سقوط حر والسرعة هائلة جدا، سيخرق جدار الصوت، يبدو كقذيفة منطلقة بسرعة هائلة، حتى أن الكاميرا لا تستطيع إلى حد ما متابعته بالشكل المطلوب. نشاهد نقطة بيضاء وكأنها طلقة ولا نسمع شيء، فقط ومين بسيط، ربما نسمع بعض أنفاس المجازف النمساوي فيليكس في هذه الأوقات. نقطة بيضاء في صدر الشاشة أو في صدر الفضاء. الآن
أكثر يعني دكتور فاروق وأنت معنا فقط نشاهد نقطة. لا لا أدري يعني كما هو معروف سيخرق جدار الصوت بجسده وهذا مركز المتابعة. أعود إليك دكتور فاروق. لا هو نلاحظه أنه ينقلب يتأرجح ولا ينزل بشكل عمودي. دكتور فاروق هل من الممكن أن تشرح لنا ما الذي يجري دكتور فاروق؟ أنه في حقيقة الأمر فيه هناك غلاف جوي يعني الطبقات الهواء في الخفيفة في الغلاف الجوي تتفاعل مع بعضها وأي حركة تؤثر عليه الاختلافات في الضغط الجوي في هذا الارتفاع الكبير جدا. That's very very reassuring what we've seen there. مبسوطين. Now you can see from the little dot where's the applause. عائلة فيليكس يعني مسرورة جدا. نأمل أن يكون الوضع سليم جدا مع فيليكس علما أن رأيناه يتأرجح كأكروبات في الفضاء. صح صح انت قلت كلمة في الاول ان الواقع ده عايز واحد شاعر يعني بالفعل بالفعل يعني لاول مرة انا اعلق على هكذا مشهد. صح صح الواحد شاعر يعرف يتكلم بصورة شعرية لان ده موقف غريب وموقف في الاول مرة وموقف غريب جدا والانسان وعايز يعمل كده ليه والناس هتقول كده ومهبول عايز يطلع فوق وينط ليه مع انه حقيقه الامر يعني المعرفه دي مهمه جدا في يوم من الايام يمكن نحتاج الى نزول البني ادمين من سفينه يسيبوها وينزلوا على الارض سالمين فنقول ان هو اتعملت قبل كده ففي حقيقه الامر لها ابعاد كثيره جدا يعني. طيب دكتور فاروق كيف يمكن ان نفهم هذه القفزه من زاويه علميه وليس من زاويه المغامره والمجازفه؟ اه صح انت بتحاول تقول ان انا وزني كام والغلاف الجوي فوق الكثافه بتاعته كام وانا هل انا ممكن ان اهبط فيه بحيث ان هو يبقى فيه بعض الـ يعني اعلق ممكن ان اتعلق في هذا الهواء بفتره ما والا اذا ما كانش فيه انه في بعض الحدثيه يعني ما بينه وما بين الغلاف الجوي ده والخفيف ده يبقى حسقط سقوط سريع للغايه ده ممكن ياثر على القلب ممكن ياثر عليا بحيث ان انا انزل اخبط في الارض كاني قذيفه ودي تبقى خطيره جدا. ايه اللي حصل في ما بين الاثنين ولا في البدايه وبعدين كل ما اقرب على الارض والغلاف الجوي يزداد كشفته هيحصل ايه ويحصل عندي ايه انا في ضغط الدم بتاعي وكذا هل دي الحاجات هتأثر عليا بغض النظر عن اني لابس حاجه بتمنع بتفصلني عن الغلاف الجوي هل ده تاثيره كبير يعني حاجات طبيه حاجات علميه ما ليس هناك متشك انها هتبقى دراسه. ما زلنا دكتور فاروق نشاهد يعني ما نشاهده فقط يعني نقطة بيضاء في صدر الشاشة تنزل سريعا حتى أن السرعة يعني خفت. لا أدري إذا كنا نستطيع أن نشرح يعني بدأت السرعة هائلة جدا عندما قفز ولا أدري الآن إذا خفت. دكتور فاروق المظلة انفتحت الآن نشاهدها. يمكن خفت يمكن عشان في فرق ما بين الغلاف أيوة. الجوي الطبقات المختلفة في ضغط الجوي لكن إذا كانت المظلة اتفتحت معناها إن احنا قربنا على التأثير عليه زيادة عن اللزوم في الغلاف فالمظلة دي لما تتفتحت معناها إن احنا لابد أن نقلل من سرعته عشان ما ينزلش الأرض بسرعة ويأثر على جسمانه. مجرد انفتاح المظلة يعني أنه بخير؟ يس مجرد انفتاح المظله لو بخير لانه هو اللي بيطلعها يعني هي مش بتطلع وحدها هو بيطلعها وبيطلعها وبيفتحها بناء على معرفته بالوضع الحالي بالنسبه له هو في الموقف اللي هو فيه. طالب اريد ان اسال دكتور فاروق الى اي حد التكنولوجيا المستخدمه في هذه المغامره لها اهميه لانجاح هذه العمليه وهذه المغامره؟ مهمة جدا لانه ما كانش في احتمال ان احنا نعرف دقات قلبه هتبقى شكلها ايه، طب احنا لازم يبقى فيه علاقه ما بين قياس دقات القلب بتاعته والضغط الدمي وكذا والحاجات اللي هو بيشعر بيها في ذلك الوقت ولازم يبقى فيه يعني في الارض
قياس لهذه العملية، لأنه ما يصحش إن احنا نسيبه من غير ما يكون سامع كده. فالدكاترة اللي على الأرض اللي هم متابعين دي متابعينه ومتابعين ضغط القلب ومتابعين الضغط للقلب وكذا، فهناك علاقة وطيدة ما بين ما يفعله وما سوف يجمعه الأطباء والعلماء كذا عن التأثير بتاع القفزة دي على جسم الإنسان. على كل حال أيضا البدلة التي يستخدمها اليوم فيليكس هي يعني عملوها خصيصا له وبأهم شركة عالمية، وهي التي يعني بدأت الصورة تتوضح. صحيح. المظلة، وهو يعني يتهادى لكي لا يعني ينزل بهدوء في هذه المظلة. أيوة. الصورة باتت واضحة جدا، وهذا يعني أنه بخير وسلام. حتى شاهدنا أن أفراد العائلة يصفقون، وربما ابتساماتهم، حتى أن البعض ربما يكفكف دموعا، دموع فرح لنجاح هذه العملية. دكتور فاروق، أظن طالب الآن الشخص الذي شاهدناه أظن هو الكابتن من سلاح الجو الأمريكي الذي قام بالقفز بمظلة من على ارتفاع من أعلى ارتفاع إلى الأرض عام 1960، وهو الذي درب فيليكس بومغارتنر، وقال بأنه طلبوا منه أن